عقد التكتل الوطني الديمقراطي المعارض مؤتمرا صحفيا في فندق الدمروس في دمشق حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا، ولمناقشة عدة محاور لوضع حلول إسعافية لمعالجة التراجع الاقتصادي، حيث ناقش المجتمعون من أعضاء التكتل والخبراء الاقتصاديين محاور عدة، منها السياسة الاقتصادية التي يبتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة والسياسة النقدية لمجلس النقد والتسليف ودعم المواد الأساسية والطاقة والرواتب والأجور. التكتل قدم رؤيته لحل اقتصادي إسعافي وطرح بعض الخطوات والأفكار لتخفيف الآثار السلبية نتيجة العقوبات الاقتصادية وضعف القيمة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار. عقوبات اقتصادية وتضخم كبير حاصل والقيمة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار أصبحت ضعيفة، آثار سلبية نتيجة لذلك تستوجب إجراءات إسعافية لوضع حل اقتصادي إسعافي. قوى التكتل الوطني الديمقراطي المعارض وبحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين عقدت مؤتمرا صحفيا. قدم التكتل من خلاله رؤيته الاقتصادية لحل اقتصادي إسعافي في الأزمة السورية للحفاظ على البيئة الاجتماعية للشعب السوري وعدم السماح بانهيار الطبقة الوسطى التي تشكل معظم الشعب السوري بخطوات تتمثل به من خلال إجراءات شفافة وحقيقية تؤدي لخفض سعر الدولار والحفاظ على قيمة الليرة السورية وتدخل مؤسسات الحكومة في شراء السلع من الفلاح والصناعي وبيعها للمواطن بشكل مباشر، وطرح بطاقة ذكية إسعافية تحوي دعم للمواد الأساسية الغذائية والمشتقات البترولية توزع على كافة الأسر السورية وخاصة غير الموظفين، ورفع الدعم عن المواد البترولية وغيرها وتعويضها بدعم البطاقة الذكية وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 200% وإنشاء بطاقات ودعم خاصة بالفلاحين والمنتجين والصناعيين. المجتمعون أكدوا على أن لقمة المواطن خط أحمر وناشدوا الدولة لوضع حد للفساد والمفسدين، وأهاب المجتمعون بالحكومة والفريق الاقتصادي لاتخاذ إجراءات شفافة وحقيقية تؤثر على انخفاض سعر الدولار وتخفف من هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري. الدكتور قدري عندما يقول لقمة المواطن خط أحمر، وعندما يقول سأطعم الناس 30 كيلو لحمي، وعندما يقول سأسقل السلة الاستهلاكية، وعندما يقول سأجعل هناك توازي ما بين الأجور وعملية الإنفاق أو السلع، فهذا كله كلام خاطئ. ثم يخرج ويقول هناك وزمة اقتصادية، هناك جلطة اقتصادية، هذا الكلام خطير. ثم يخرج الأسبوع الماضي على قناة سواء الميادين أو على الفضائية السورية ويضع خطة عمل ويقول الدولار كان 210، سيكون هناك خطة 180، ثم 150-130، بعد ساعات منتفاجأ الدولار صار ب 330. الانتقادات طالت عمل الجميع للارتقاء بالاقتصاد وإيجاد حلول إسعافية، حيث طلب المجتمعون التجار أيضا بالالتزام بمعاني كلمة تاجر: التقوى، الأمانة، الجرأة والرحمة، وتوجهوا إلى كل المتخاذلين بكلمة بأن إياكم ولقمة العيش. بين السياسة الاقتصادية للحكومة السورية التي لا ترضي الشعب والغلاء المعيشي الذي يهدده يوميا، حصار مفروض على بلد حتى اليوم لم تنقطع به أي مادة، لا بل زاد ضخ المواد وزادت الأسعار بأشكال مضاعفة، وبين انتقادات المعارضة لأداء الفريق الاقتصادي للحكومة يبقى المواطن هو الضحية. من المؤتمر الصحفي لقوى التكتل الوطني الديمقراطي المعارض حول الأزمة الاقتصادية من فندق الدمروس في دمشق لأخبار تلفزيون الدنيا، حيدر مصطفى.